في وسط هذه الظلمات التي نعيش فيها، أو الإنسان بعيدا عن كتاب الله عز وجل دائما هو في ظلمات. وكثيرا كثيرا ما وصف كتاب الله عز وجل في كتابه الكريم بأنه النور وبأنه الهادي وبأنه الروح. يبقى الإنسان بدون كتاب الله عز وجل إنسان ميت ليس فيه روح، إنسان ضال ليس معه هداية، إنسان يعيش في ظلمات ليس معه نور. يبقى إذن الإنسان لما يتمسك بكتاب الله عز وجل ويتدبر كتاب الله عز وجل بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى هو ده الروح، هو ده اللي بيكسب الإنسان الحياة الحقيقية. كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما كملت حياتك. وأيضا كتاب الله عز وجل نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما ازداد النور الذي معك، وكلما سرت في الناس بالنور تهدي نفسك وتهديهم بإذن الله عز وجل. فتعالوا اليوم نتصور سورة من كتاب الله عز وجل، ندخل فيها، نقطف من ثمارها، نعيش في ظلالها. تعالوا كده بإذن الله عز وجل نعيش في هذه السورة، لأن الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بيحتاج جزء معين من كتاب الله عز وجل. المشركين أحد الشبهات التي ألقوها على النبي صلى الله عليه وسلم وألقوها على الصحابة، قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه القرآن طالما هو كتاب الله والله عز وجل هو اللي نزله، طب ما كان ينزل مرة واحدة، ليه ينزل مفرق على 23 سنة؟ وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شوف ربنا بيقول ليه، ليه القرآن كان بينزل بضع آيات ببضع آيات، ليه القرآن كان بينزل بحسب المواقف، ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. يعني ايه كذلك لنثبت به فؤادك؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيتعرضوا لمواقف كادت تزول منها الجبال، كانوا بيتعرضوا لاجتماع الأحزاب والارتداد بعض الأصحاب. في وسط هذه الفتن بيحتاج الإنسان لمن يثبته، فتنزل آيات الله عز وجل في هذه المواقف الصعبة لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وتثبت ما معهم الصحابة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في هذه المواقف تنزل آيات الله عز وجل وينزل القرآن مثبتا. يبقى أنت كل مرحلة في مراحل حياتك، وجودك في بيئة فاسدة أو نزولك لأهل الدنيا والاختلاط معاهم أو تعرضك لضغط أمني أو ضغط رزقي، بتحتاج بضع من آيات من كتاب الله اللي تناسب موقفك وتناسب حياتك لتثبتك في هذا الموقف. الله عز وجل كفى النبي مؤنة البحث عن الآيات التي تناسبه، فكان في كل مرة بينزل جبريل بالآيات التي تناسب النبي صلى الله عليه وسلم وتناسب الموقف وتناسب قلوب الصحابة لتعالج هذا الموقف فورا. انتوا معايا فاهمين القضية ديت؟ من اخطر القضايا في التعامل مع كتاب الله انك تبقى فاهم ايه الآيات اللي تناسبك في كل موقف بتتعرض فيه. انت لما بتتعرض لموقف من المواقف يزعزع ايمانك لرياح شهوات وزوابع شبهات، ايه الآيات اللي هترجع لها؟ ايه الآيات اللي انت لو خمد عندك وخبط عندك هم الدين، ايه الآيات اللي هترجع لها؟ ايه الآيات اللي لو استعرت شهوتك هترجع لها في كتاب الله عشان تصلحك؟ ايه الآيات اللي انت لو احتجت انك محتاج تسمع عن حفظ الله لأوليائه هترجع لها؟ وهي دي خطورة فهم كتاب الله، خطورة فهم وتدبر آيات الله، انك تفهم ايه الآيات اللي هتناسب قلبك وهتناسب علاج المشكلة بتاعتك عشان ترجع لها. فبإذن الله عز وجل يتحقق في قول الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. التعامل بالترتيل آيات الله عز وجل.